اليوم كنت نحكي مع البنات فما انتام مكة صعيب شوية متاع الطرح ومبعدك تسرحنا فما شكون يقول سادة سالة قلقت البلاد والله كيما تشوفتوا توما تابعتوا الماتش سالة هي نورمال امبراتيكابل معناها ناقصة في الديمونسيون طول العرض هذا مش عذر خذينا شوية صعوبة في الأول صحيح من بعد خذينا اللعب وفرضنا النسق متاعنا وفي الميتان 17-5 دوزيام ميتان خيرنا باش نرتحوا شوية البنات نبدلوا ندوروا الفكتيف متاعنا باش الناس كل تبدأ كومبيتيتيف اللي جور اللي حشنا بيهم كمان الماتش 26-15 ما قصروش البنات 17 فيكتوار سكسيسيف إن شاء الله لحد الجاي نهار لحد ما ثلاثة عنا مقابلة مهمة للكابيتال بوان اللي نطلعوا مع فريق منافس في البلاي اوف اللي هو مجرين في الجورجاني ما ثلاثة إن شاء الله إن شاء الله نكونوا في المستوى نهار لحد إن شاء الله تحبوا الجمهور يجي ماذا بينا مرحبا احنا الجمهور ديما مساندنا نشوف فيهم فرحانين بالبنات السنة إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا في الجورجاني خلينا نكملوا الماتش نهار لحد إن شاء الله اللي هو تريز امبورتون للبوان تاع البلاي اوف سينو فرحان بالمستوى نتاع البنات ما قصروش ماشيين في اهدافنا نخدموا نصلحوا في الديفونس ما قصرناش ديفونس حلوه اليوم اي احنا تخيل بون ديفونس مالجري اللي ما فماش رجاء وما فماش الحمد يعطيك الصحه كون لاحظتوا مناج جيزي زاد ماهيش موجوده فادي لعب كام ميتون لا ما عندناش حتى فرق في الافكتيف كلهم نجم نعملوا عليهم وهذا الحاجه الباهيه السنه قلت ربي اللي حاضر الموجود يززي وان شاء الله قلت ربي ديما القدام وان شاء الله نفرحوكم يا خير العام ان شاء الله نجيو نحن معكم ان شاء الله مرحبا بكم عايش شكرا